جديد في قناة هنذاكر ونفهم. النهاردة بإذن الله أبنائي وبنات الله بالصف الرابع ابتدائي هنبتدي مع بعض يونت 10 ليسون 1 اند 2. اليونت كلها لذيذة قوي. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن حاجة بنحبها اللي هو الانترنت، وازاي ان احنا ممكن نعمل سيرش ونطلع منه معلومات ونستخدمه بشكل يفيدنا، مش بس ان احنا نفضل قاعدين عليه نضيع وقت وخلاص. طبعا زي ما انتم عارفين ان كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب، ففي اليونت دي هنتعرف ازاي ممكن استخدم الانترنت من غير ما يأذيني او ان هو يجيب لي مشاكل. وقبل ما نبتدي، لو انت لسه جديد في القناة واول مرة تتابعنا، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ويلا بينا نبتدي. listen and read. زي ما تعودنا ان احنا المفروض الاول بنقرا الباراجراف علشان نكون عندنا الجمل، يبقى عندنا ثقافة تركيب الجمل، فلازم نقرا كتير ونتكلم كتير او نكتب كتير. دي conversation ما بين mom and Dahlia. mom بتقول ايه؟ what are you doing Dahlia? what are you doing؟ دي بتعملي ايه Dahlia؟ what are you doing Dahlia؟ Dahlia, I'm doing my homework about chameleons. I'm doing my homework. انا بعمل الهومورك يا ماما. I'm doing my homework. انا بعمل الهومورك اللي هو عن ايه؟ about chameleons. ايه هي الكاميليونز؟ اللي هي الحرباية. they are so interesting. لقيتها ايه؟ ان هي ممتعة قوي. they are so interesting. interesting لما اكون بتكلم عن حاجة غير عاقلة، لو مش انا يبقى هنحط ing، لكن لو انا مستمتع يبقى interested. interesting عشان انا هنا بتكلم عن حاجة غير عاقلة. الكاميليونز، كاميليونز حرباية، كاميليونز. يبقى الكاميليونز are so interesting، ممتعة جدا. عملت ايه داليا؟ I looked into this library website. عملت ايه؟ دخلت. I looked into. دخلت هنا بقى بس مش الدخول بقى بتاع الباب، لا، الدخول بتاع الويب سايت، انك تدخل على حاجة على الانترنت. يبقى انت بتعمل log in او looked into. log in يدخل، ده ليه علاقة بالويب سايتس او المواقع، او زي حاجة زي الفيسبوك، او انت قاعد على مواقع على الانترنت. يبقى looked into. looked into دخلت. looked into this library website عبارة عن موقع، عبارة عن مكتبة. library مكتبة، website موقع. موقع ايه؟ المكتبة. on this library website. طب هي كده تبقى عارفة الويب سايت ده ولا لا؟ لا، هي لقيته. I looked into this library website. معنى كده مامتها ايه؟ مش عارفاه. I looked into this. انا دخلت على ده، المكتبة دي. بصي لقيت دي. And I created a password. وعملت لنفسها password اللي هي كلمة السر او كلمة المرور. To get information. عشان تدخل وتعرف تاخد information من ايه؟ من library دي. يبقى داليا علشان طبعا الدنيا بقت اسهل دلوقتي، عملت ايه علشان تاخد تجيب information او معلومات عن الكاميليونز الحرباية، الكاميليونز؟ عملت ايه؟ I looked into this library website. دخلت على ال library website، مكتبة، موقع مكتبة. and I created a password. بعد ما بنعمل login نعمل ايه؟ password. اول ما ندخل على اي موقع نعمل ايه؟ نعمل لنفسنا username و password to get information. mom what does it say؟ بيقول لك ايه بقى الانفورميشن دي؟ قالوا لك ايه يعني على الويب سايت دي؟ what does it say؟ قال لك ايه؟ what does it say؟ هو الويب سايت ده بيقول ايه؟ what does it say؟ داليا chameleons change color. بيقول لي ان الكاميليونز يا مامي بتعمل ايه؟ change color، بتغير لونها. they are the same color. بياخدوا same color اللي هو نفس اللون as the place، نفس ايه؟ المكان. the same color as the place، بياخدوا نفس لون ايه؟ المكان اللي هم واقفين فيه. where they are، المكان اللي هم بيبقوا موجودين فيه. يبقى تاني الكاميليونز يا ولاد ايه هي مميزاتهم؟ ان هم الكاميليونز change color، بيغيروا لونهم. they are the same color as the place، نفس المكان، زي المكان. where they are، المكان اللي هم فيه، بياخدوا نفس لون المكان اللي هم فيه. mom
Wow, that's interesting. ده طبعا شيء ممتع جدا. That is interesting. المعلومة دي ايه؟ ممتعة جدا. What else؟ طب وايه تاني؟ عرفتي ايه تاني؟ What else؟ عرفتي ايه تاني؟ يبقى لما تقول لحد تاني وايه كمان، يبقى هتقول له ايه؟ What else؟ وايه تاني؟ داليا، they have amazing eyes and they can see all around. يبقى من مميزات الحرباية او الكاميليون ايه يا ولاد؟ they have amazing eyes، عندهم عيون حلوة قوي او رائعة. amazing eyes and they can see all around، بيعرفوا يبصوا ايه حواليهم. طبعا احنا كنا واخدين في الساينس او في العلوم ان الكاميليونز بتبص ايه في الناحيتين، عين بتبص يمين وعين بتبص شمال، يبقى عشان تعرف تشوف ايه كل حاجة ايه حواليها. they can see all around but I need to do more search، بس انا محتاجة اعمل more search. يبقى do search يعني انا ايه؟ ابحث تاني. يبقى انا محتاجة ان انا اعمل ايه؟ more search. do more search، محتاجة ابحث تاني او ابحث ايه اكتر. I need to do more search. search يعني يبحث، وبيجي معاه do، ما نقولش make. I do research. I need to do more research. I want to message Yara and chat with her. She knows some great websites. طيب مين يارا؟ طبعا من كلامها كده باين يارا دي ايه؟ زميلتها او صاحبتها. محتاجة تعمل more research. وهتعمل ايه كمان؟ I want to message Yara. هتبعت لها message، زي مثلا ما بنبعت لبعض message على الواتساب. يبقى I want to message سارة، يبقى هرسلها مش هكلمها. لو هكلمها يبقى مثلا I want to talk to Yara، انما انا هرسلها رسائل يبقى I message. I want to message Yara وهعمل معها ايه؟ chat، دردشة. with her and chat with her، يبقى chat هنا with، chat with her هعمل معها ايه؟ دردشة. she knows some great websites، هي تعرف. she knows، هي تعرف. some great websites، تعرف ايه؟ مواقع ايه رائعة او مواقع ايه جيدة. mom are you making a presentation about chameleons؟ طبعا مامي فهمت من داليا ان هي الهومورك بتاعها مش موضوع ان هي بتعمل هومورك في الكتاب او في الكراسة، لا، معنى كده ان هي عمالة تعمل ريسيرش عن موضوع، يبقى هي هتروح تعرضه في المدرسة. يبقى ده اسمه ايه؟ presentation. لما انا ابقى اعمل موضوع واروح اعرضه على زمايلي واشرحه انا، يبقى دي اسمها presentation، عرض تقديمي. presentation. يبقى ماما كانت بتسأل بتقول لها ايه؟ are you making a presentation؟ طب انا هنا make، قلنا make a presentation مش do. do research لكن make a presentation. هتعملي presentation يعني about chameleons، هتبقى ليها علاقة بالchameleons او بالحرباية. yes I am making a presentation with Yara. يبقى هي كانت راح تكلم يارا ليه؟ هتعمل مسج مع يارا ليه؟ علشان هما الاثنين شغالين على نفس الموضوع اللي هو ايه؟ الكاميليونز. I need to look at lots of websites. يبقى هي كمان مفروض ان هي ايه؟ تدور على lots of websites and find some nice pictures، وتدور كمان ايه؟ على صور، لان طبعا لازم البرزنتيشن يبقى فيها كلام وفيها صور. يبقى I need to look at lots of websites. هي محتاجة ان هي تعمل presentation مع يارا، يبقى هتعمل ايه؟ look at lots of websites، هتدخل على websites، مواقع كتير. website اللي هو الموقع. and find some pictures، وتدور كمان على صور. pictures find يجد، وتجد ايه؟ some nice pictures، وصور ايه جميلة؟ find يجد. mom remember، تذكري. To be respectful. يعني ايه respectful؟ تكون جديرة بالاحترام. respect يعني احترم. تقول لها تذكري to be respectful. don't copy information، ما تعديش تنسخي الانفورميشن، يعني تاخديها زي ما هي كده. امال هتعمل ايه يعني يا مومي؟
find ideas. هي بس هيتديك أفكار أو هتديكي معلومات. And write your own words. اكتبيها بطريقتك. Write your own words. اكتبيها بطريقتك أو بكلامك أنتي. يبقى احنا مجرد ان احنا لما نيجي نعمل ريسيرش ان انا مش هعمل كوبي للانفورميشن، مش هاخد ده كده كله كوبي بيست، لا، امال هعمل ايه؟ فايند ايديز، اداني فكره. انا كده عرفت خلاص ان الكاميليون تشينج كولر لما بتكون في بليز بتاخد الكولر بتاعه. اكتبه بقى بطريقتك، اسمها ايه؟ رايت يور اون ووردز، اكتب بطريقتك. طب انا ازاي هتعلم اكتب بطريقتي؟ لما تقعد تحاول ان انت تكتب، ما تبصش خالص على الكلام اللي انت قريته، حاول تكتب من دماغك وتقرا كتير. وده اللي انا بحاول اعمله معاكو، اقرا كتير وشوف الكونفرزيشن ازاي بتتم ما بين الناس والكلام، مش بس نحفظ كلمات، انت محتاج تحفظ صياغه الجمل بتتقال ازاي. طيب listen and read، احنا هنا برضو بنتكلم على السيم، بس المرة دي ان احنا هنعمل تريس للباسج دي، للحتة اللي فاضية او الكلام اللي هو ايه معمول له مكتوب بالخفيف. بيقولك last week I had some homework about، كانت about ايه؟ طبعا chameleons. I ate into a library website، قلنا الدخول للويب سايت اسمه ايه؟ logged into دخول الويب سايت، looked into website، وعملت a create a bravo password. I created a password، وcreate هنا انشأت حاجة، عملتها من اول جديد، create a password، عملت نفسها كلمة مرور. طيب الانفورميشن لما بقول لقيتها او وجدتها يبقى ايه؟ find او found. احنا هنا المرة دي بنكتب بالباست بدل ما قلت I found information، لانها كانت conversation ما بين داليا ومام في البريزنت. دلوقتي هنرجع للماضي، last week، انا الاسبوع اللي فات عملت ايه؟ I found، بدل find، I found information، وجدت information. I worked with my friend مين؟ اسمها ايه؟ يارا. وعملتها ايه؟ بعت لها message. I messaged، يا اما هقول I messaged يا اما I sent بدل send، بعت رسلت رسالة، او هقول ان انا عملت مسج على طول، تاخد مسج على انها verb هتقول messaged. تمام، يبقى بدل send هتبقى sent بالتي، send بالدي وsent بالتي. هنرجع تاني نعيد تاني على الverbs بعد شوي. اوكي، we had a chat to plan the presentation، كانوا عاملين مع بعض chat، وقلنا الشات اللي هو بالmessages to plan the presentation، عشان يعملوا بلان، يخططوا للبرزنتيشن. she did research، قلنا research بياخد do، وطبعا في الباست did. she did research on her cell phone، عملته على الموبايل، on her cell phone because she can't use a tablet، عشان هي ما بتعرفش تستخدم ايه التابلت. our teacher Ms. Lamia loved our presentation، عجبتها قوي البرزنتيشن، قوي العرض اللي هم عملوه. هوراي داليا، هوراي كلمه معناها ان هو تحفه، رائع، مرحه. هوراي داليا. طيب تعالوا زي ما قلت لكم ان احنا هنراجع تاني على الفيربس. قلنا واحنا داخلين الويب سايت بقول log into، والباست looked، log looked. طب create، ينشئ، create a password، create created. طيب message، I message يارا، انا رسلتها، يبقى I messaged يارا، messaged. طب remember، يتذكر، مامي قالت لها ايه؟ remember to be respectful، تبقى ايه؟ جديرة بالاحترام. طب remembered. copy، don't copy information، ما تاخديش الانفورميشن زي ما هي كده وتنسخيها، امال هتعملي لها ايه؟ find idea and write your own words، يبقى هنا copy هتبقى copied، ينسخ. طبعا احنا عارفين طبعا copy paste. طيب chat، نعمل شات يعني بندردش، يبقى شاتد.
طبعا نعملها دبل تي. شاتد زي لوج، لوجد اللي فوق برضو كان دبل جي. طيب نيجي بقى عند الريجولار فيربس اللي احنا محتاجين نحفظها. فايند هتبقى برافو، فاوند فايند فاوند، فايند انفورميشن وجدت انفورميشن او فاوند انفورميشن. رايت روت كتب، رايت روت. طب سند يور سيل هتبقى سنت 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 سنت. طب جيت جوت، جيت جوت. نو يعرف نيو، نو نيو. جيت جوت. سند سنت. ميك ميد. important expressions، تعالوا نراجع تاني برضو على الاكسبريشنز اللي احنا قلناها مع بعض. قلنا ان انا محتاج وانا داخل الويب سايت اقول ايه؟ looked into. عجبك الحاجة قوي تقول ايه؟ واو هوري مرحة، او قلت لكم رائع تحفة هوري واو. what else ايه تاني؟ ماذا ايضا؟ what else ايه كمان؟ وقلنا do research او do research، لكن اقول make a presentation. طيب لو انا بتكلم عن حاجة غير عقلة اقول ايه؟ it's interesting او that is interesting. all around انا محتاج اعمل information، ادور على information في كل حتة. all around في كل اتجاه. all around. the same color as نفس لون كذا. the same color as، as كذا. the same color as كذا. يبقى ده انا كده لما اقول حاجة ايه؟ نفس اللون. chat with يدردش، chat with. واقول كمان do homework و do research، do homework and do research. طيب تعالوا بقى نستخدم اللي احنا قلناه ده في sentence عشان اتأكد ان انا عرفت الكلمة وعرفت كمان استخدمها. look into، look into. يبقى انا بدخل على website، يبقى اقول ايه؟ I look into the library website. او اقول من غير لو library صعبة مكتبة هقول the website. I log into the website مثلا. طيب نيجي بعد كده create password. المفروض ان انت دايما تدخل على اي موقع تعمل نفسك password. يبقى هقول ايه؟ I او you should create a strong password. لازم تعمل لنفسك ايه؟ password، كلمة سر تكون قوية، ما تكونش 1-2-3 يعني مثلا. you should create a strong password، كلمة سر وتكون صعبة، وما تكونش طبعا عيد ميلادك وما تكونش اسمك، تبقى لازم تبقى strong password. يبقى ممكن اقول I create a strong password او I create a password او you should create a strong password. chat my friend، قلنا chat تيجي معها ايه؟ with. I chat with my friend. أو I want to chat with my friend. أنا عايز to chat with my friend. أدردش مع زميلي. طيب نيجي information. وإن أنا بدور على information أقول إيه؟ I find أو I found. يا إما I don't copy information. أنا ما بستخش informations. أنا بعمل إيه؟ write my own words. يبقى هتقول I find information مثلا، أو زي ما احنا أنا كاتبة don't copy information، ما تنسخش information، ما تكتبها زي ما هي، اكتب كلماتك أنت، ما تبقاش بتقلد كده وخلاص. ممكن نكتبها في كذا إيه صيغة، او زي ما داليا كانت بتقول I created a password to get information عشان ايه؟ ادور على الانفورميشن. طيب presentation، قلنا presentation اسهل جملة انت هتقول ايه؟ I am making a presentation، انا بعمل، وقلنا presentation معها make، يبقى I am making a presentation. اظن الدرس سهل جدا، مجرد التكرار هتلاقي نفسك ايه؟ حفظت انا المفروض اكتب ازاي او اتعلم صياغة الجمل ازاي. طيب كاميليونز، ايه تعرفوا عن الكاميليونز؟ ان الكاميليونز بتعمل ايه في الكالر؟
change. Chameleons, it change its colors. أو their colors. الكاميليونز دايما بيغيروا ايه color. Chameleons change color. أو their color. ألوانهم. ممكن أقول the same. They are the same color as the place where they are. بس الجملة دي هتبقى طويلة شوية ايه عليك. اختار دايما السهل. نيجي لسن 2. Pros and cons. قلنا كل حاجة زي ما هي ممكن دخول على الانترنت سهل ومفيد وبلاقي انفورميشن سهل والدنيا حلوة وبكلم زمايلي. بس للأسف كل حاجة طبعا ليها ايه زي ليها مميزات ليها ايه عيوب. Pros and cons. Pros يعني مميزات وcons عيوب. تعالوا بقى نتعرف مع بعض على المميزات والعيوب اللي انت ممكن تلاقيها وانت بتدخل على مواقع السوشيال ميديا زي الفيسبوك الانستجرام الواتساب وهكذا. اسمها ايه بقى المواقع دي؟ اسمها سوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. سوشيال ميديا انا بتواصل اجتماعيا، بكلم زمايلي، ده كده التواصل الاجتماعي. سوشيال ميديا is when we use computers. ده لما انا بستخدم ايه الكمبيوتر and other devices. بستخدم ايه كمان اجهزة تانية. ايه other devices يعني ميس يعني غير الكمبيوتر؟ احنا بندخل على الكمبيوتر، على السيلفون، الموبايل، على التابلت، كل دي devices، اجهزة. device جهاز، device. يبقى when we use computers and other devices اللي هي الاجهزة devices أجهزة. بدخل عشان أعمل إيه؟ to share ideas، عشان أشارك الأفكار بتاعتي. كل واحد بقى يقول اللي عنده، يقول هو بيحب إيه، بنقعد نعمل posts للحاجات اللي بنحبها. يبقى إحنا بنعمل share ideas، بنتشارك الأفكار. thoughts برضو الأفكار أو المعتقدات، الحاجات اللي أنا إيه معتقد فيها أو بحبها. and information and have fun، وكمان بنتشارك معلومات. يقول لك النهارده خلي بالكم ما تنزل او بكره ما تنزلوش في مطر، ما دي انفورميشن، دي معلومه. يبقى وكمان have fun، وكمان بنضحك وايه ونستمتع. have fun، حد يحط نضحك عليها، كوميك نضحك عليه، نحط فيديو لذيذ، ممكن نحط فيديو فيه معلومات حلوه، يبقى دي انفورميشن وهكذا. يبقى احنا بنستخدم السوشيال ميديا المفروض اصلا تو ايه، تو شير ايدياز، thoughts and information and have fun. thoughts and information we have fun. كل دي حاجات انا بستخدم السوشيال ميديا عشانها، بستخدمها عن طريق ايه؟ باستخدام ايه؟ devices زي الكمبيوتر، السيلفون، والتابلت. devices اجهزة، devices. طيب تعالوا نشوف pros and cons للاجهزة دي او للسوشيال ميديا. اول حاجه في المميزات ان انا بعمل ايه، انا بدخل عشان استمتع. you can have fun، انت بتستمتع. you have fun او you can have fun. طب وايه كمان؟ بنشارك مع بعض الفوتوز، يبقى share photos. بنشارك مع بعض ايه الصور بتاعتنا، share photos. طب وايه كمان؟ انا عايز اكلم صحابي، I can talk to friends and family، بتواصل معاها، اكلم صحابي and family. يبقى انا مميزاتها ايه؟ ان انا have fun، share photos، we talk to friends. طيب ايه ممكن العيوب القصاد دي؟ انا داخل اكلم talk to friends and family. العكس بقى ممكن نلاقي العيوب. people cons هتبقى ايه؟ people you don't know can contact you، ممكن ناس تلاقيها انت مش عارفها تلاقي عمال يتواصل معاك. contact you يتواصل، contact you يعني يتواصل معاك. يبقى people you don't know can contact you، ممكن يتواصل معك، تلاقيه عمال بيكلمك، حد داخل غريب بيكلمك وانت مش عارف مين ده. people. طيب ايه تاني من الكونز؟ people can tag you in photos، ممكن تلاقي نفسك معمول لك تاج في فوتو. ايه تاج؟ ان انا تلاقي اسمك جي في صورة، مثلا زميلك منزل صور ليكو، قام جي على صورتك وعمل لك تاج ده احمد، وتاج تاني اللي جنبك ده علي، فتلاقي نفسك معمول تاج في صور انت ما كنتش عايز يتعمل لك فيها. when you don't want them to، ما كنتش عايز ان انت ايه يتعمل لك ايه تاج فيهم،
او التاج اللي هو الاشاره، يعني بنقول ان ده كذا فلان، يبقى ده انا كده عملت تاج. تاج ده ان انت زي بتعمل ليبل كده او بتسمي الحاجه. فانا ممكن انزل فوتو كده واسكت، لا ممكن اعمل بقى فيها تاج اسميهم بقى، ده علي وده احمد ودي منى ودي هنا وكده، يبقى انا كده بعمل تاج. بيبول كان تاج يو ان فوتوز، ممكن يعملوا لك ايه ناس، ممكن يعملوا لك تاج يو ان فوتوز وين يو دونت وانت تو ذم تو، ما كنتش عارف حد يعمل لك تاج ايه في كده فيهم. طيب يبقى ايه تاني من العيوب او الكونز اللي احنا مش ممكن نتعرض لها في السوشيال ميديا؟ any people you don't know can't contact you، people you don't know can't contact you، ممكن يتواصلوا معك، people can tag you in photos، لما ايه when you don't want them to، ما كنتش عايزهم ان هم ايه يعملوا لك تاج. طب وايه كمان؟ people can take your personal information، انت كاتب مثلا انت ساكن في المدينة الفلانية، دي اسمها personal information، عندك اخوات ايه، عندك بابا بيشتغل ايه، ما بتشتغل ايه، وعمال تتكلم عادي خالص بسلامة نية، ممكن الناس تاني تستغل الانفورميشن دي ويعرفوا عنك كل حاجة. يبقى people can take your personal information، ممكن يعرفوا عن معلومات شخصية عنك، ساكن فين، بابا بيشتغل ايه، مين صحابك، بتروح مدرسة ايه، بتروح النادي اللي اسمه ايه، الساعة كام، الحاجات دي كلها بنقولها كده وخلاص واحنا مش واخدين بالنا، ودي كده personal information لينا، دي معلومات شخصية ليا عني المفروض مش كل الناس تعرفها. يبقى people can take your own او your personal information، ممكن ياخدوا personal information بتاعك. يبقى personal هنا ايه؟ شخصي، personal شخصي، قول اي حاجة بتاعتي يبقى personal كذا، personal كذا يبقى شخصي، المعلومات information معلومات يبقى معلومات شخصية، personal information personal information. طيب ايه تاني ممكن من الكونز اللي انت ممكن تتعرض لها او العيوب؟ اللي هي some people can bully you، some people can bully you، ممكن يتنمروا عليك، تلاقي حد داخل يتريق على صورك، يتريق على اي بوست انت كاتبه، وعمال ايه واخدينك سلاية كده وعمالين يضحكوا عليك، يبقى ده كده bully 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 يتنمر bully. Some people can bully you، ممكن تلاقي ناس عمالة تضحك عليك، some people can bully you يتنمروا عليك. طب ايه بقى تاني المعلومات بقى او المميزات اللي ممكن الاقيها تاني للسوشيال ميديا؟ ما طبعا مش كل حاجة ليها ايه مميزات ومش كل حاجة ليها عيوب. You can find information for your homework، نعمل زي داليا كده، كانت عندها homework ان هي تعمل presentation عن الكاميليونز او عن الحرباية، راحت ايه دخلت على الويب سايت، يبقى you can find information، ادور على معلومات اسمها ايه find information، find information for your homework، عشان تعمل homework بتاعك. طيب معلومة كمان مش عارفها انت ممكن تدور على الانترنت والانترنت يقولك. طب وايه كمان؟ you can be creative، ممكن ان تكون مبتكرا، ليه؟ لانك كل ما بتعمل سيرش معلوماتك بتزيد، ممكن تلاقي نفسك عارف تطور نفسك او لقي ايه لقيت فكرة مبتكرة، creative create ان انا انشئ من جديد، طب creative مبتكرة، ما هي مبتكرة دي جاية من حاجة مش موجودة قبل كده، يبقى مبتكرة creative creative مبتكر، لكن poly يتنمر poly يتنمر. طب وايه كمان؟ you can play computer games، طبعا انتوا عطوا بتعملوا ان انت تسلي وقتك بايه، you can play computer games، play computer games العب computer games. طيب you can learn interesting things، ممكن تتعلم معلومات ايه او حاجات ممتعة، اشياء ايه مشوقة او اشياء ممتعة، you can learn interesting things، ممكن تتعلم ايه حاجات جديدة. طيب نفهم من كده ايه ده كله يا ولاد؟ ان انا المفروض وانا داخل على الانترنت دايما اخلي ماما او بابا معايا في الصورة وما اعملش حاجة من وراهم، ليه؟ لان الحاجة في الاخر هتلف وهيعرفوها، فانت لازم تقول لهم انا بعمل ايه، ولازم يبقوا عارفين انت بتعمل ايه، ليه؟ علشان ما تتعرضش لاي مشكلة، هتلاقي نفسك في الاخر رجع لهم ماما الحقي في حد بيضحك عليا، ماما الحقي في حد اخد البيرسونال انفورميشن بتاعتي، يبقوا لازم يبقوا عارفين منك كل حاجة، لان مش هتلاقي غير حد ينقذك غير ايه غير ماما وبابا.
طيب تعالوا نرجع بقى على ال verb زي ما متعودين irregular و irregular. irregular اللي احنا بنزود لها ايه دي زي contact، قلنا يعني ايه contact؟ people you don't know can contact you، ممكن يتواصلوا معاك. contact you يتواصل، يبقى contact contacted تواصل خلاص. طب share بيتشارك، share idea share photos، يبقى انا shared share shared. tag يشير ليك او ان هو يعمل لك ايه، يحط اسمك في على الصورة، يشير او tag tag tagged tag tagged. طيب poly يتنمر، poly يتنمر هتبقى ايه polyed، poly polyed يتنمر، poly polyed. طب check بتفحص حاجة او بتراجع حاجة، check check your email، يبقى انت بتراجع الايميل بتاعك او بتبص عليه، check هتبقى ايه checked check checked. طب start يبدأ، start هتبقى ايه started start started. نيجي بقى لل irregular verbs، find find قلنا هتبقى ايه find information، يبقى found find found find found. طب think يعتقد، I think انا بعتقد او انا عارف ان كذا، يبقى I think I thought think thought think thought think thought I think I thought. say بيقول، say said say said say said. طب keep بيحافظ، keep kept keep kept keep kept. take talk take talk TikTok. طيب نيجي important expressions زي ايه، زي turn off، turn off يطفي، اطفي الحاجة يبقى turn off. لازم لو انا خارج من الاوضة اي او خارج من اي حتة اعمل ايه turn off، لما اكون مش بستخدم الكمبيوتر turn off اطفيه. at night night ما اقولش in the night، اقول ايه at night night معاها at. make friends و make presentation، انما do homework و do research، راجع كده عشان تحفظ. make friends only friends يبقى انا بتكلم عن اصدقاء فقط. طب accept to يوافق، لو انا بعتلك friend request فانت ايه او طلب صداقة يبقى انت هتعمل لي ايه accept accept يبقى انت هتوافق. I accept to يبقى وافق. طب check with يفحص، check with يفحص. طيب have a problem with لديه مشكلة، عندك مشكلة، أنا عندي مشكلة مع الكمبيوتر، I have a problem with computer. I have a problem with. طيب تعالوا زي ما تعودنا نستخدم بقى الكلمات لما احنا عرفناها نستخدمها في sentence. share ideas ممكن أقول إيه، ما هو share the verb يبقى أقول I share ideas مع مين؟ with my friends. او people can share ideas on social media، ممكن يعملوا لها share فين؟ on social media. او I share ideas with my friends، اللي يريحك اكتبها. poly poly قلنا poly يعني يتنمر، poly يبقى هقول ايه people or some people can bully you، some people can bully you ممكن يتنمروا عليك. طب contact قلنا ان ممكن في ناس ما حبهمش، people you don't know، people ناس ما عرفهمش هيعملوا ايه can contact you او you can contact people on social media، ممكن ان انت تتواصل مع ناس فين on social media. اكتب السنتنز اللي تريحك، يبقى انت ممكن تعمل ايه you can contact people، ممكن تتواصل مع الناس فين on social media. كل دي طرق تعرف تستخدم بيها الكلمة. نيجي بقى للقاعدة الاخيرة should and shouldn't. should يعني ايه يا ولاد؟ اللي هو المفروض تعمل كذا، هو مش الزامي قوي بس المفروض تعمل كذا. لكن shouldn't انت مش المفروض تعمل كذا، خلي بالك انت مش المفروض تعمل كذا، لما بنستخدمها عند النصيحة او عند الايه استخدامها عند الاشياء المفيدة
ليه؟ لان احنا المفروض نعملها تبقى مفيده لينا. و shouldn't هستخدمها في الاشياء الغير مفيده لنا اللي مش مفيده ان انا اعملها. طيب should مثلا هقول ايه؟ انت المفروض تعمل ايه؟ I should only give my phone number to my friends. يعني انا المفروض اعمل ايه؟ give my phone number لمين؟ to my friends بس. مش هينفع ادي الناس معرفهاش، يبقى دي مين؟ بس my friends، to my friends. طيب اعمل ايه كمان؟ I should turn my phone off. لازم اطفي، المفروض ان انا اطفي امتى؟ at night. يبقى بالليل انا المفروض ايه؟ turn off my phone او turn my phone off. I should turn my phone off at night. اقفله امتى؟ at night. طب ايه الحاجات اللي انا مش المفروض اعملها؟ I shouldn't. I shouldn't use my phone late at night. انا ما ينفعش او مش المفروض ان انا استخدمه امتى؟ late at night، بالليل متأخر. طب ممكن برضو اقول انت ينفعش تعمل ايه؟ you shouldn't make new friends online. ما ينفعش ان انت تعمل اصدقاء ايه؟ جداد online. تعمل اصدقاء من على الانترنت. with people you don't know، مع الناس اللي انت ما تعرفهمش. ما ينفعش تدخل كالانترنت تقعد تصاحب في ناس انت ما تعرفهمش، لان هما ممكن بعد كده يأذوك. زي ما قلنا كده ان هو ممكن ياخد البيرسونال انفورميشن بتاعتك، ممكن ياخد فوتوز ليك، ممكن يا بولي اون يو تنمر عليك وهكذا. فليه يعني ليه نجيب لنفسنا المشاكل؟ خليك في يور فريندز بس، الاصحاب انت تعرفه. طب تعالوا كده نختار، يو شود ولا شودنت ولا ماسنت؟ accept to be friends only. انت المفروض تعمل توافق accept to be friends. تعمل ايه؟ accept، توافق ان انت بس تبقى صديق. only with people you know، لما تكون مع ناس بس تعرفهم. people you know، people you know. يبقى انا المفروض ايه؟ you should. برافو، انت المفروض ايه؟ accept people only with people you know، انت بس الناس اللي انت ايه عارفهم. طب number two، you should ولا shouldn't ولا aren't keep your password secret. secret يعني سر، secret. يبقى انت المفروض ايه؟ لازم تخليها secret، يبقى you should. طيب you should، shouldn't ولا must ولا should give your password to anyone who asks. anyone اي حد يسألك عنها تقولها give your password to anyone who asks، يعني تدي الباسورد بتاعتك كده لأي حد؟ لا طبعا مش المفروض انك تعمل كده، يبقى you shouldn't. you shouldn't. طيب number four، you won't ولا shouldn't ولا should tell everyone your birthday and your phone number. انت المفروض تقول لأي حد كده عيد ميلادك وكمان تقول له your phone number، ينفع؟ لا طبعا. يبقى you shouldn't. you shouldn't tell everyone your birthday and your phone number، الناس بس اللي تعرفهم. طب you shouldn't، should، mustn't keep your personal information secret، تخليها سر. البيرسونال انفورميشن اللي هي ايه؟ معلوماتك الشخصيه، ساكن فين، بابا بيشتغل ايه، ماما بتشتغل ايه، بروح لاني مدرسه. يبقى انا المفروض اقول ايه؟ you، عشان تخليها secret يبقى لازم تخليها secret، يبقى you should لازم تخليها ايه؟ secret، لازم تخليها سر. يبقى you should keep your personal information secret، سر. طب والباسورد؟ secret برضو، يبقى you should، سر. طب ادي كده الباسورد بتاعتي لاي حد؟ to anyone who ask، shouldn't. طب accept to people only with people you know، بس تعمل friends بس مع people you know على الانترنت، yes you should. طب تدي الباسورد قصدي النمبر، فون نمبر بتاعك والبيرث داي ديت بتاع كده لاي حد؟ لا طبعا you shouldn't. وبكده نبقى خلصنا درسنا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا وفهمتوا كويس. انا حاولت ان انا ألم معاكم الليسون قدر الامكان. لو ليكوا اي تعليق سيبوه تحت في الكومنتس يا سنة رابعة وانا هرد عليكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.